أقيم في مركز الجزيرة للفنون معرض للمعماري حسن فتحي باسم طموح مصري. يضم المعرض مجموعة منتقاة من الرسومات والصور الفوتوغرافية لأفضل أعماله. حسن فتحي اساسا مش محتاج ان هو كقامه مصريه ان احنا دايما بنقول مين هو حسن فتحي او نعرفه. هي المشكله انه اصبح كتاب من فصول مختلفه. للاسف جرى العرف ان احنا بنلخصه في قبه وقبو، ودي مشكله كبيره جدا. لكن حسن فتحي راجل صاحب نظريات معماريه، واللي الناس لازم تعرفه ان حسن فتحي كقامه كان من اكبر 100 معماري في العالم في وقتنا المعاصر، لانه كان بينادي بنظريات كتيره جدا، وكان منبعها مش بس جماليات العماره او التصاميم اللي هي كان في الاصل منبعها درايه كامله بالعماره ومفردات العماره الاسلاميه، لان هو دايما عايز يصحي تراث، لكن احساس بالناس نفسها بان الناس محتاجه انها تسكن، محتاجه ماوى، فازاي ان انا اوفر الماوى ده. هو دي كانت نظريه الراجل ده، بحيث انها اكيد ربنا مش هيوجد بشر، سبحانه وتعالى مش هيوجد بشر في منطقه ومش هيوجد لهم مواد البناء اللي تحت ايديهم ويقدروا يبنوها، واللي هي معاهم موروث بيئي كبير وموروث تاريخي كبير يقدروا يصحوا بيه ويقدروا يكونوا لنفسهم الملجا والمسكن. عالم بما له من نظريات قويه، بس محتاجين بقى اجيال جديده تطور اللي بداوا حسن فتحي. فاحنا نتمنى من الهيئات المعنيه في مصر ان تقيم معاهد او جامعات لتطوير ابحاث حسن فتحي. حسن فتحي كان في فتره، احنا دلوقتي بقينا في القرن 21، ازاي نطور مبدا حسن فتحي لخدمه الواقع المصري ولخدمه الانسان المصري ولخدمه العماره المصريه. ده اللي المفروض يحصل دلوقتي. توفى المعماري حسن فتحي في عام 1989، ولم يترك فقط تراث فني ومعماري وحضاري، ولكنه ايضا وضع رؤيه ونظريه وطموح مصري حقيقي، والذي ما زال مصدر الهام للمعماريين. انجي خالد، نهارك سعيد.